اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. في حلقه اليوم نتناول في المحور الاول قضيه النزوح، وهي مشكله طالت قرابه 3 ملايين مواطن دفعت بهم الحرب لمفارقه ديارهم طلبا للامن وشيء من الاستقرار. في المحور الثاني سنتناول معاناة المتقاعدين الذين تضررت معيشتهم بسبب انقطاع الرواتب وكيف يعيشون معاناة الانتظار والبحث عن أمل ينهي رحلتهم اليومية إلى مكاتب البريد أو الانتظار على أبواب المعنيين. وخلال الحلقة سنتلقى اتصالاتكم عن كل محور عبر العناوين الظاهرة تباعا على الشاشة، وسنعرض ما وصلنا منكم من مشاركات عبر صفحات الفيسبوك أو الواتساب وغيرها من منصات ووسائل التواصل. إذن قضيتنا في المحور الأول هي النزوح، المشكلة والمعاناة. إحصائيات غير نهائية تقول أن 3 ملايين نزحوا بسبب ظروف الحرب، منهم قرابة 300 ألف اضطروا للهجرة خارج البلاد لأسباب تتعلق بظروف ملاحقتهم وتعطل مصالحهم. تعز وعمران والجوف وصعدة وصنعاء وغيرها من المحافظات التي كانت ولا تزال مسرح للصراع والحرب تعرضت لنزيف بشري لأسباب قسرية. أكثر ضحايا النزوح تضرراً هم الذين تعرضت منازلهم للقصف بشكل مباشر أو عشوائي من الميليشيا أو بغارات من التحالف العربي، وفي كل الأحوال وحده المواطن من يدفع الثمن. مأرب مثلت قبلة رئيسية للهاربين من جحيم الملاحقات الأمنية بحثاً عن شيء من الاستقرار. عن النازحين وهمومهم ومعاناتهم أعد لنا الزميل خليل الطويل التقرير التالي. نازحون قد لا تمسح من ذاكرتهم مشاهد الدمار الذي حل بمنازلهم بعد اجتياحها من قبل الانقلابيين، وواقع تعجز عن وصفه الكلمات تكابد أمل وجع النزوح وقسوته كواحدة من مئات الآلاف من النازحين. كنا مرتاحين وعايشين ومرة في بيوتنا مع أهلنا وأقاربنا ومن نحب في بلادنا وأرضنا وبيوتنا، بس الآن للأسف ما فيش، هذا الشيء كله انتهى مننا نتيجة إشعال جماعة الحوثية الإنقلابية الحرب في البلاد، حيث مثلت صنعاء وتعز وعمران والجوف المناطق الأكثر نزوحاً. حين تألف منزلاً يظل حنينك دائماً إلى ذلك المنزل، فكيف حين تألف مدينة ككل وفجأة تجد نفسك في مدينة أخرى لها طابع غير الطابع الذي اعتدت عليه، لها ملامح غير الملامح التي اعتدت عليها في مدينتك؟ فر المواطنون في رحلة رافقتها المشاهد المروعة والمخاطر وصولا إلى المعاناة الكبرى المتمثلة في العيش في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، التي تزداد ضراوة بحلول الشتاء وتستمر قسوة مع موسم الأمطار. ظروف معيشية فرضتها الأقدار عليهم بعد أن فجرت الميليشيا منازلهم وأحرقت وجرفت مزارعهم، تدهور نال منهم معيشيا وصحيا وكذلك نفسيا. النازح يعيش حياة معدمة تماما، حياة فيها كثير من المعاناة على الحكومة وعلى المنظمات الإنسانية وعلى المنظمات الحقوقية أيضا أن تكرس جهودها ونشاطها في هذا الجانب، هذا الجانب الإنساني الذي ما زال لم يتلقى تلك العناية المطلوبة. وفي ظل الصراع القائم تزداد الظروف تعقيدا، خاصة أن الأسر النازحة يصعب عليها توفير احتياجاتها بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، في ظل غياب دور المنظمات الإغاثية الدولية في معالجة أوضاع النازحين وعجز حكومي واضح في تحمل واجباتها الوطنية تجاه مؤيديها. واقع مؤسف يستدعي الإغاثة الإنسانية العاجلة ولو بضرورات الحياة، بتأمين الغذاء والمياه والدواء وقبل ذلك الإيواء وما يليه من خدمات. خليل الطويل لبرنامج المنصة قناة بلقيس. إذا تابعنا هذا التقرير للزميل خليل الطويل من مأرب عن موضوع الحلقة الأول، موضوع النازحين ومعاناتهم والظروف التي يعيشون فيها الآن. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة من الأخ قحطان العماري من صنعاء. أهلا بك قحطان. أهلا قحطان، رأيك ومشاركتك حول موضوع النازحين. بالطبع أخي الكريم، موضوع النازحين قضية إنسانية لم تعطى حقها، وإن كانت فقط على الصعيد الإعلامي والسياسي، أما على الصعيد الميداني وعلى صعيد إغاثة النازحين فهذا العمل ضئيل جدا، خصوصا هنا في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، حيث أنها تصادر الكم الأكبر من المساعدات الدولية
لصالح جبهات القتال، وهذا سلبا على حياة النازحين. طيب برأيك ما أسباب النزوح؟ أكيد أن الحرب هي السبب الأم لهذه المشكلة، لكن هناك أيضا سبب آخر، وهو أثناء اجتياح الميليشيات للمديريات والمدن حصلت عملية تشريد ونزوح كبير. فعلى سبيل المثال مديرية أرحب يعني قرابة ما يزيد عن 50% أسر نازحة في مأرب وغيرها، وهذا فعل اجتياح ميليشيات للمدن. طيب الدور المطلوب من الجهات الرسمية والسلطة الشرعية لإعانة وإغاثة النازحين؟ والله يا أخي يعني نقولها بصراحة، إذا ظل الموضوع للتلاعب فقط للتلاعب على الوتر الإنساني فالمعاناة ستستمر، سواء من قبل الشرعية أو من قبل الإنقلابيين. هناك نسمع الأمم المتحدة تتحدث ودول التحالف عن مساعدة إنسانية كبيرة، لكنها لا تصل إلى المواطنين. إذا لم يتم الضغط لإيصال المساعدات من كافة الأطراف وتحييد هذه القضية عن الحرب فستحل المشكلة. شكرا جزيلا لك قحطان العماري عن ذات الموضوع. وصلتنا بعض المشاركات المصورة، نشاهد ما وصلنا. ظهرت حالة النزوح في المجتمع اليمني بكثرة في الآونة الأخيرة بسبب الحرب، الحرب التي فرضت على المواطن أعباء كثيرة، أعباء جمة على هذا المواطن البسيط، المواطن الذي كان يرضى بكسرة الخبز فقط. هذا المواطن الآن تفرض عليه الحرب أعباء كثيرة، منها عبء النزوح، أن يغادر منطقته التي لطالما ألفها، وأن يسكن في منطقة أخرى لم يألفها من قبل ولم يعرفها في أحيان كثيرة، كالنزوح إلى القرى في بعض الحالات، والنزوح الأغلب إلى المدن الآمنة مثل مدينة مأرب. وهذا النوع من النزوح يترتب عليه أيضا الكثير الكثير من الأعباء، منها الأعباء الاقتصادية، الأعباء الاجتماعية. وعلى هذا المواطن البسيط، المواطن الذي في أغلب الأحيان لا يجد قوت يومه، أن يجد مسكن، أن يجد ملبس لأبنائه، أن يلحقهم بالمدارس، وهذا طبعا ليس بالأمر اليسير على أي إنسان. فكيف بحال إنسان فقد كل ما يملك، ربما ترك كل أملاكه خلفه وجاء إلى هذه المدينة صفر اليدين؟ حين نتحدث عن هذا الشخص نحن ننظر إلى آفة مجتمعية، إلى شيء خطير جدا، علينا أن نلقي له بالا وأن ننظر إلى أحوال هؤلاء الناس كل فترة وأخرى، أن تنظر الحكومة إليهم وأن تقدم لهم ما تستطيع. طبعا الأعباء التي تلقى على كاهل هذا المواطن من أعباء السكن، غلاء المعيشة، كذلك هنا في محافظة مأرب الكثير من النازحين يقطنون في المناطق النائية، وهذه المناطق النائية في ضواحي المدينة يسكنونها طبعا بسبب أن الإيجارات هنالك رخيصة، فيسكنون في هذه المناطق ويصطدمون بعقبة كبيرة خلفتها هذه الحرب في محافظة مأرب. هذه العقبة هي الألغام، الألغام التي لا تميز بين طفل أو كبير، بين امرأة أو رجل، فيذهبون إلى هناك يبحثون عن الأمان ولا يجدون سوى الموت بانتظارهم. الحرب لها تأثيرات كبيرة على النازحين هنا في مأرب وفي بقية المحافظات، البعض منهم فقد أهله، فقد أشياء كثيرة لهم، من البعض لهم من سنة من سنتين فقد عمله، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الظروف الصعبة، لا يوجد حتى أي اهتمام بالنازحين في الجانب المعيشي وفي الجانب الصحي، في كل جانب الحياة لا يوجد أي اهتمام بالنازحين من قبل الجهات المعنية. وهذا يشكل أثر سلبي على نفسية النازح، إضافة إلى ما يعانيه من فراق الأهل والمناطق، يعني مسقط رأسي أو أماكن سكنة، سواء في صنعاء أو في دمار أو في أي محافظة التي غادر منها بسبب الانقلاب. لدينا اتصال أيضا من مأرب، الأخ حفظ الله. أهلا حفظ الله، حياك السلام إن شاء الله. تفضل حفظ الله، مشاركتك ورأيك في موضوع المحور الأول في المنصة، النازحون بسبب الحرب، الأوجاع والمعاناة. يا أخي العزيز أحييك أولا وأحيي مستمعيك الكرام. النازحين يعانوا مشاكل متفاجمة كل يوم، تردي الوضع الصحي والوضع المعيشي، كذلك الوضع إذا ما تسير إليه البلاد وما تعانيه من أزمة اقتصادية بيعود العبء الأثقل على النازحين. النازحين يا صديقي في أي محافظة كانوا، سواء يعني هم يهربون من مشاكل الميليشيات، يعني مش من مشاكلهم، من جور حكمهم، من
الأشياء التي بيفرضوها عليهم، لذلك يختاروا الأماكن الآمنة والأقل تنكيلا منهم. يصلون مع هذا كله لا زالوا يتعرضون لوضع معيشي سيء، سواء من الناحية من جهة المنظمات كون النشيد تسطو عليهم ولا زالوا يعني متحكمين في المنظمات الخيرية والمنظمات الإنسانية، وكذلك الوضع المعيشي الذي يعانوه النازحين في كل محافظات الجمهورية وضع مأساوي لا يسر صديق. طيب برأيك من المسؤول عن النازحين؟ من يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية صديقي المسؤولية مشتركة في الشرعية والميليشيات، الشرعية المناطق التي تسيطر عليها والميليشيات المناطق التي تسيطر عليها، لكن ما نشاهده ونلتمسه ونشاهده في القنوات أن الذي نازحين في المحافظات المسيطرة عليها الميليشيات هم أكثر ضررا. فقدنا الاتصال يبدو. شكرا جزيلا لك حفظ الله، كنت معنا من المأرب. اتصال آخر الأخ حسين، أهلا بك حسين. حسين من المأرب أيضا يبدو أننا فقدنا الاتصال. طيب نذهب أيضا الآن لمشاهدة مجموعة من المشاركات وصلتنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، نقرأ بعض منها. الأخ إبراهيم يقول كل الشعب اليمني يعاني، لكن النازحون يعانون أكثر. النازحون في اليمن ليسوا كباقي النازحين في العالم، عادة من ينزح في الحرب تقام لهم مخيمات تابعة للمنظمة الإغاثية، أما في اليمن فلا نجد من يقوم بإغاثتهم وتوفير السكن ولقمة العيش بعيدا عن أماكن الحرب. تعليق آخر، محمد صلاح يقول هنالك عملية احتيال ممنهجة تقوم بها المنظمات الممنهجة على هؤلاء البسطاء من النازحين، كما حصل في مخيم ضروان بحجة صرف بطائق، وعلى البطاقة 1000 ريال فقط يتم صرف البطائق الأمل لبطائق الأمل كاذب بدون أي مساعدة أو شيء يذكر. تعليق آخر، أحمد يقول النزوح معاناة تبدأ بأول لحظة يفارق فيها المرء بيته ومسقط رأسه، ولا تنتهي إلا بأول لحظة العودة إلى منزله، وبين الخطوتين ألم الفراق وعذابات الحرمان والاحتياج حتى لأبسط أسباب الاستقرار المعيشي. أيضا عن ذات الموضوع، موضوع النازحين ومعاناتهم، تلقينا بعض المشاركات المصورة نشاهد. جئنا إلى مأرب أرض السلام أرض الأمان، هربنا من ميليشيات الحوثي وعفاش، وهذا بسبب أنهم يجعلوا لنا الراحة الكافية في صنعاء، دمروا مساجدنا، دمروا بيوتنا، دمروا حتى مدارسنا، وتركنا مدارسنا، تركنا جامعاتنا، تركنا كل شيء وجئنا إلى هنا. عانينا كثير من النزوح، نزوح من مكان إلى آخر، جو غير جو صنعاء، أرضها غير أرض صنعاء، كل شيء مختلف عنا، وهذا بسبب الحوثيون وميليشيات عفاش، وإن شاء الله راجعون إلى صنعاء في أقرب وقت، راجعين إلى صنعاء، إلى بيوتنا، إلى مدارسنا، إلى جامعاتنا، وكل شيء يرجع كما كان حتى نتخلص من ميليشيات الحوثي وعفاش. النازحين في مختلف محافظات اليمنية يعانون من الحرب، هم أكثر الناس ضحايا حيث قد نزحوا من مناطقهم ومن قراهم ومن الأماكن التي تعودوا عليها إلى مناطق ينقصها كثير من الخدمات العامة، لذلك هم أكثر الناس تضرر بفعل الحرب. أوجاعهم كثيرة، معاناتهم كثيرة، يكفي أكبر معاناة لهم وهم النزوح، ناهيك عن نقص الخدمات العامة كالتعليم والصحة والكهرباء إلى آخره. نعود لاستقبال اتصالاتكم إذا لدينا اتصال مرة أخرى من الأخ حسين الصوفي من مأرب، أهلا بك حسين. أهلا وسهلا، تفضل حسين نسمعك، قل رأيك ومشاركتك في الموضوع.
مشكلة النزوح هي مشكلة تحضر مع الحروب، وهذا يعني بات من البديهيات، لكن ربما الذي يجب أن يظهر اليوم أو يجب أن يسمع أو أن ترتفع به أصواتنا هو غياب المؤسسات الدولية وخصوصا المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وهذه المؤسسات دائما ما تتكذب أنها تحمي الإنسان أو مع الإنسان، خصوصا المؤسسات التي هي من عملها هو الأهم أو الأولويات أنشئت الأساس لرعاية وحماية النازحين وتوفير الخدمات الإغاثية والخدمات أيضاً الصحية وأيضاً الغذائية وغيرها من الخدمات التي يحرم منها النازحون الذين يهجرون من أوطانهم، إضافة إلى الحقوقية التي هي أيضاً من صلب الأعمال. يعني لا تزال هذه كلها غائبة، وكأن هناك تغاضي أو كأن هناك غضب طرف أو كأن هناك تشجيع، حتى استطعنا أن نقول هناك مثلا ما نسمعه الآن من الأمم المتحدة أنها الآن ترفع صوتها وتضج بالحديث حول ميناء الحديدة الذي يتجه إليه الجيش الوطني، لكنها في المقابل في الجانب الإنساني والإغاثي تهمل هذا الملف بشكل كامل ولم نسمع لها أي صوت على الإطلاق حتى الآن. وهذه كارثة بحق، يعني هناك الكيل بمكيالين والنفاق، وهذا مما يؤذي المسألة برمتها، وأيضا يحسب على الأمم المتحدة. يجب أن تسمع هذه المنظمات الدولية أن الناس يراقبونها وأن عليها أن تقوم بحقوقها كما يجب، لأنه النازحين الآن يتعرضوا لكثير من الانتهاكات، أولها هي حق يعني طردهم من محافظاتهم، طردهم من بيوتهم، وأثناء التنقل هناك إهانات وامتهانات للنازحين في النقاط، نقاط التفتيش والمعابر التي هي أشبه اليوم بالمعابر الصهيونية إلى حد كبير، هناك تطابق إلى حد كبير بين المعابر وأيضا النقاط التي حتى الفارين والهاربين والنازحين يتم إهانتهم في هذه النقاط، وبالتالي هي مشكلة عويصة، مشكلة تحضر مع حضور الحرب، لكن هناك الذي يظهر والغائب اليوم والحاضر هي غياب المؤسسات والمصالح. طيب بالنسبة للجهات الرسمية، بالنسبة للجهات الرسمية والسلطة الشرعية تعتبر هي ضمن الغائب الذي تبحث عنه، باعتقادك ما الدور المطلوب منها؟ أنا أعتقد أنه في ظل الحرب لا أدري هل ما نسميها الحكومة الشرعية هي أشبه بحكومة حرب، وأنا أعتقد أنها ليست إلا مكتب مسكر لعمل سياسي فقط، ليس إلا هناك تضخيم لدور الحكومة الشرعية، نحن نسميها حكومة شرعية، هي في النهاية هي مكتب سياسي صغير لإدارة الملفات الإنسانية والإغاثية، لكن للأسف هناك قصور كبير جدا. يعني نحن لو تحدثنا عن طبيعة ومهام الحكومة الحالية اليوم سنتحدث عن المهام الأساسية ومن أولها وأهمها وأبرزها اللي هي المهام الإغاثية التي نتحدث عنها، وأيضا الحقوقية وتبعات الحرب. يعني هي حكومة حرب في الأساس، عليها أن تشتغل في هذا الجانب، لكن للأسف الشديد الحكومة الشرعية تعيش يعني لا استطاعت أن تعيش حكومة طبيعية، ولا استطاعت أيضا أن تكيف نفسها حكومة حرب وتعيش في المناطق التي حربت حتى اليوم، فبالتالي تاهت ولم تعد تفهم ما الذي عليها فعله، حتى أنهم الوزراء أصيبوا بالتبلب من كثر ما يلامون عليه. فبالتالي أنا أعتقد أنه ليس هنا محل نقاش أنهم ليسوا هم حكومة طبيعية، وليسوا أيضا لم يقوموا بدورهم كحكومة حرب، وهذا للأسف الشديد هناك خلل. لكن هذا النقد وجلد الحكومة لن يجدي ولن ينفع النازحين ولا مشكلة النزوح بشيء، لكن الذي يجب أن أو من وجهة نظري أن نركز عليه وأن نصب الحديث ما حوله هي هذه المؤسسات الدولية التي تجامل وتحادي وتنافق، وأيضا تصم أذاننا بكثير من الأرقام والإحصاءات والتصريحات، لكنها في الواقع لم تفعل شيء لمسائل. طيب شكرا جزيلا لك حسين، أنت لن تعيد الكلام الذي ذكرته في البداية، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال آخر من مأرب، الأخت عبير، تفضلي عبير. نعم أستاذ. عبير أنت على الهواء، ما تعليقك حول الموضوع؟ معك يا أستاذ، تفضلي. طبعا إحنا إذا تكلمنا عن النزوح، النزوح يعتبر واقع مؤلم وحقيقة مرة جدا،
خاصة في بلد مثل اليمن، بلد فقيرة تطحنها الحروب من كل جانب. طبعا النازحين عندما تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وأيضا فقدوا وظائفهم الأساسي، ماذا يعني؟ انتقلنا إلى أرض غير الأرض وبيوت غير بيوتنا وأهل غير أهلنا، أصبحنا غرباء نشعر بالغربة جدا في أرض غير أرضنا. أيضا في ظل وضع تم فيه استغلال أوباء النازحين، حيث أصبحت إيجارة البيوت هنا في مأرب باهظة الثمن مقارنة بما كنا في الوضع في صنعاء. كانت البيوت أغلى بيت وأغلى إيجار ما يقارب 50,000 وتلاقي فيلا ممكن تستأجر فيلا. هنا تعدت إيجارة البيوت في مأرب ما إلى فوق إلى 100,000 فوق 100,000، وبيوت لا تستحق أبدا أن يدفع فيها كل هذا السعر. أيضا كذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزحمة المدارس، ولا يوجد أيضا حتى جودة في التعليم وغيرها من الأشياء. يعني أنت عبير تريد أن تقول الآن في مأرب هناك استغلال لمعاناة النزوح من قبل البعض، للأسف هناك مغالاة في الإيجارات والخدمات المقدمة للناس في المدينة. نعم هذا ما استرقت في كلامي، نعم استغلال كبير وبشكل غير طبيعي وشكل غير اعتيادي لا لم نعتده من أبناء اليمن الذين تعودنا أنهم أبناء في الأزمات يتكاتفون يقف بعضهم بجانب بعض، لكننا لم نجد هذا الشيء في مأرب. لا نقول أنها مأرب أو أنهم أصحاب مأرب، بالعكس وجدنا في مأرب الأمان، وجدنا فيها أناس طيبين، ولكن هناك البعض من الأفراد الذي لا ينتمون إلى محافظة مأرب من يستغلون وضع النازحين ويقومون بمغالاة الأسعار وخاصة البيوت وأسعار السلع الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية. طيب ماذا عن الحكومة، عن السلطة المحلية في مأرب؟ ما الذي قدمته للنازحين في المدينة وفق مشاهداتك وأنت موجودة هناك؟ طبعا نحن عملنا عدة أشياء، عملنا مؤتمر كان باسم المرأة اليمنية النازحة وخرجنا به بعدة آراء بعدة أمور وبعدة طروحات. طالبنا فيه محافظة مأرب والسلطة المحلية في محافظة مأرب بإيقاف هذا الاستهتار بحق النازحين من غلاء المعيشة بشكل عام، وعدونا بوعود ولكننا للأسف لم نجد إلا الصمت كان حليفنا للأسف، الصمت المدقع، الصمت الفاحش الذي وجهنا به من قبل السلطات المحلية التي نعم أبدت في البداية استعدادها وأصدرت بعض القرارات بعدم رفع الإيجارات، ولكنها لم تنزل لجان رقابية وأشياء تراقب وضع المؤجرين واستغلال المؤجرين لوضع النازحين. شكرا جزيلا لك عبير، كنت معنا من مأرب. اتصال آخر أو ننتقل للموضوع الثاني؟ اتصال الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عبد الله، تفضل. نعم أستاذي، بسبب وجود هذه الميليشيات الإجرامية التي انقضت على مناطق في اليمن سببت كارثة اجتماعية، فأنا وكثير من الأرباب البيوت نزحوا إلى مناطق آمنة حيث تركوا أهاليهم وذويهم هناك تحت طائرة الخوف والتهديد والإرهاب من قبل هذه الميليشيات. طيب ما الحل برأيك يا عبد الله؟ نعم؟ الحلول، ما هي الحلول برأيك؟ يا أخي الحلول أن اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة، هذه الشجرة لا تقبل التعايش مع الآخر، هذه الشجرة الخبيثة والنبتة الشيطانية لا تقبل يعني الرأي والرأي الآخر، ليس في أيديولوجيتها أنها تتسع للجميع، هي ميليشيات ضيقة، لا بد يعني الحل الوحيد أن تتفاضل هذه، وإلا فالبلاد في هاوية وفي وهج صحيح ولا مخرج لها، وستظل المعاناة وستستمر المعاناة، تصبح البلاد يعني تحت طائرة الميليشيات والعصابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الدور العصابة سببت كارثة. الكارثة الآن موجودة والمعاناة مستمرة للنازحين، باعتقادك ما الدور المطلوب لإغاثة وإعانة الناس النازحين من قبل الدولة؟ أولا أحمل المسؤولية الحكومة الشرعية وثم دول التحالف
إذا كانوا سينظرون إلى هذا الجانب الإنساني فعليهم أولا أن يمدوا يد العون إلى هذه الأسر التي انقطعت أرزاقها، التي أصبحت شبه غريبة في 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 قرى في مدنها في أحيائها. ينبغي عليهم أن يمدوا يد العون سواء بطرق نظامية أو بطرق سرية، لا بد أن يعالجوا عن هذه الأسر انقطعت أرزاقها. البعض للأسف خرج، يعني نساء كنا عفيفات خرجنا يمددنا أيديهن للناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض يعني خرجوا لينتهنوا مهن بسيطة جدا حتى يقتادوا في بطونهم. طيب شكرا جزيلا لك أخ عبد الله من المملكة العربية السعودية. في عن موضوع النازحين ومعاناتهم أيضا تلقينا بعض المشاركات المصورة نشاهد. حسب ميليشية الحوثي لانتهاكهم لبيوتنا، احنا الان في نزحنا الى مأرب، نعاني من غلاء الايجار ومن السكن ومن الجو ومن المدارس وقلة احتياجاتنا. نتمنى بان الجميع يتعاون معنا ومساعدتنا وتخفيض الايجارات وتوفير المواد الغذائية وتوفير جميع متطلباتنا خاصة في المدارس. تشرد، نعاني من قلة الاحتياجات لأنفسنا، منا من يكون لم يكمل تعليمه ومنا من يحاول تكميل حياته بطريقة أخرى. نسعى إلى تجديد الحياة ونسعى إلى أمل، نريد منكم الأمل ونريد منكم إيجابيتنا لتغيير أنفسنا والعودة كما كنا سابقا. طبعا النازحين رغم قساوة النزوح والغربة عن البلاد أيضا يعانون معاناة أخرى من صعوبة العيش، أيضا رغم ذلك أيضا معهم ارتفاع الإيجارات، ارتفاع تكاليف الحياة. أيضا النازحين معظمهم لا يجدون البيوت التي تؤويهم، أكثرهم يحلون في بيوت يعني لن تكون قابلة للعيش أصلا، خيام، عشاش، أشياء يعني بيوت لا تكون أن تكون جديرة الإنسان أن يعيش فيها. أيضا يعانون كثيرا من الأوضاع المادية الصعبة جراء تردي الأوضاع في الوطن والحرب الجائرة فيها. أيضا يعانون من ويلات الحرب وخصوصا في فصل الصيف مع الأمطار ومع الحر الشديد خصوصا هنا في محافظة مأرب، يعانون من هذا لدرجة كبيرة. ونرجو من الجهات المعنية أن تنظر إليهم بعين الاعتبار، باعتبارهم هم إخواننا وهم هم الذين شردوا من بيوتهم وهم الذين قد بهدروا في هذه الدنيا، لذلك يجب على الجهات المعنية أن تنظر إليهم. اسمك؟ أذكر اسمي كذا كذا ومنين؟ الأخ ناجي مطهر أحمد الهندوان من مديرية الرحب محافظة صنعاء. في المحور الثاني سنتناول قضية المتقاعدين، هي قضية يمكن اعتبارها مزمنة لامتدادها إلى العام 2007، فبعد حرمان كثيرة منهم من حق الوظيفة مبكرا وإحالتهم للتقاعد وبعد مد وجزر شهدته قضيتهم مع الحكومة، ورغم التطمينات التي تصدر من حين لآخر من المسؤولين المعنيين لا يزال المتقاعدون في مربع المعاناة بحثا عن حقوقهم. قسم آخر من المتقاعدين يعيشون ضرر مباشر، هم أولئك الذين أفنوا جزء من حياتهم في خدمة الوطن واليوم باتوا على قارعة التجاهل والإهمال يبحثون عن ما يسد رمق معيشتهم. لطالما شهدت عدن حراك حقوقي من فئة المتقاعدين. الزميل آدم الحسامي قام بجولة بمعية المتقاعدين وعد لنا التقرير التالي، نتابع التقرير. ذاكرة تغص بالظلم وتلقي بظلالها على نظرات العميد محمود مطلق أحد مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين، ساردا الانتهاكات التي نفذها المخلوع لتجريف الجيش الجنوبي ومعبرا عما تغير بعد الحرب الأخيرة سلبا وإيجابا. 85% من القوات المسلحة الجنوبية والأمن إلى البيوت، خليك في البيت. والفترة الثانية يعني أصدر قرارات جمهورية بحالتهم إلى التقاعد القصري. ممتاز الآن، خاصة الشهرين قد سلموها، منصفة ولكن متعبة. بعض رجال الصف وبعض القادة مع احترامي لهم يعني لا يحترموا أنفسهم ولا يخافوا من الله، يقطعوا يستقطعوا على بعض المقاتلين
من 5 من 10 ألف. من عام 2007 إلى 2017 عقد من الزمان بدأ باحتجاج مجموعة من العسكريين كسروا الصمت تجاه النظام المستبد ودشنوا حراكا فتح سقفه إلى أبعد حد، ولم تفتح إلى اليوم أبواب العدالة إذ ما يزال المتقاعدون محاربين في لقمة عيشهم المتمثلة براتب بسيط، كأنهم يعاقبون من قبل مراكز نفوذ في صنعاء أو في عدن. فالفساد ضارب في بنية المؤسسات والحلول الترقيعية لا تنهي المعاناة. وكأنهم اليوم يعني جازوهم بما عملوه في 2007 من أجل الظلم، اليوم نعاني بالظلم أكبر من ذلك. نحن اليوم مسحوقين داخل البريد، ناس تموت داخل البريد، ولم نلقى حتى كلمة يعني من هؤلاء المسؤولين أن يعطوا هذه الأوجاه التي جلست منذ يعني 30 سنة في خدمة الجيش ويستلموا 25 ألف فقط. حيرة مريرة تلفح هذه الوجوه مع شمس الظهيرة هنا أمام مراكز البريد، يتساءلون ما الداعي لهذه الآلية البطيئة الممتهنة لكرامة الإنسان بل والقاتلة لحياته، كما سجلت جثة المتقاعد عبدالله القباطي قبل بضعة أسابيع أمام بوابة بريد خور مكسر. دفعنا ضريبة الدم عن الشعب والوطن، ولكن الجزاء الذي لاقيناه الآن هذا جزانا من قبل السلطة المحلية ومن قبل الشرعية. الرواتب متأخرة، لا نجد القوت المصروف اليوم إلى أولادنا، أصبحنا نفترش الأرض ونلتحف السماء. أبعاد الأزمة متداخلة وكل جهة تلقي بالمسؤولية على الأخرى، فمن إدارات البريد وسماسرة يتحكمون بهذه المصارف إلى لجان صرف المرتبات المشكلة مؤخرا في وزارة الداخلية والدفاع المتهمة بالتلاعب بالأسماء والكشوفات، وكلاهما يتحججان بالأزمة المالية في ظل الحرب، ولا حجة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين الذين لا تنقطع رواتبهم ولا يذوقون تعب الطوابير ولا تنتظر أحدهم أسرة قد تموت من الجوع إن تأخر المعاش الشهري شهرا آخر. آدم الحسامي لبرنامج المنصة عدن. إذن تابعنا هذا التقرير للزميل آدم الحسامي من عدن عن موضوع المتقاعدين وما بات يواجهونه من إهمال من قبل الدولة وطوابير هم فيها خلال العديد من الأشهر بحثا عن رواتبهم البسيطة والزهيدة، معاناة مستمرة ربما على مدى 10 سنوات. نبدأ باستقبال الاتصالات حول هذا الموضوع. لدينا اتصال من عدن الأخ ناصر الطويل. أهلا بك ناصر. وانتم لاحظتوا الاسبوع الاول او قبل اسبوعين عندما احد المتقاعدين سقط باب البريد ومات، وهذه نحن نعتبرها من الجرائم الكبرى بحقنا، وارجو من الجهات المختصه سواء كانت الجهات الشرعيه او غير الشرعيه، لانه هم يبدون متفقين على ظلمنا الطرفين. الجماعه في صنعاء بيدفعوا لمجامع معينة، والجماعة في عدن بنفس الطريقة، تقريبا من 5 من 6 من 7 أشهر الناس بلا مرتبات. وانتم تعرفون طيب بعد الحادثة الشهيرة التي حصلت للمتقاعد الأخ عبد الله القباطي أمام بريد خور مكسر، أخ ناصر هل حصل تجاوب من الجهات الرسمية مع قضيتكم؟ وتصور انه حتى هذا الشهر يقول انه شهر 9 بيصرف للموظفين الدولة من صنعاء، والجماعة قالوا لجان طلعوا إلى هنا. طيب كيف طلعوا إلى هنا؟ ما الناس ما عندهاش حتى حق الحركة. طيب تسمعني يا أخ ناصر، الجهات الرسمية ممثلة بجميع الأطراف المعنية من رئيس الجمهورية إلى آخر واحد في وزارة الدفاع، سواء كانت وزارة الدفاع في صنعاء أو وزارة الدفاع في عدن، انه يهتموا بهذا الموضوع وان ينصفوا ولو مره واحده ابنائهم واخوانهم اللي قدموا خيره حياتهم وقدموا التضحيات من اجل الزود عن الوطن وعن السياده خلال سنوات الحرمان. طيب اخ ناصر تسمعني؟ او سنوات ما قبل التقريب. طيب اخ ناصر تسمعني؟ ايوه تسمعني الآن؟ أيوة نعم أسمعك. طيب أقول لك بعد قصة الأخ عبدالله القباطي الذي توفي وهو في طابور البريد أمام بريد خور مكسر قبل عدة أيام، هل هناك أي تجاوب بعد هذه القصة من الجهات الرسمية؟ هل هناك تفاعل مع قضيتكم؟ بدأوا بالبحث عن أي حلول لكم؟ والله بدأوا يدفعوا لشهر واحد
من جامع معينة، ما حتى ما حددوا لمن، يعني بعض الألوان تفرضن أصحاب القوى الجوية مثلاً لأنهم صلحوا وقف احتجاجية باب منزل السفير المصري أو الوزير المصري، و هناك شبه تجاوز لأنه بيدفعوا وكأنه حسنة، يعني بيدفعوا من شهر المجامع معينة مش للجميع. هذا لا يكفي، نحن نطالب كافة المستحقات اللي قطعت من رواتبنا ورواتبنا خلال الفترة الماضية بصورة كاملة، لأن هذا حق شرعي لا يحق لأي كان أن يقطعه، لأن هذا مرتب يخص الأطفال، يخص النساء، يخص العائلات، ما يخص العائلات. كم هو راتب المتقاعد أخ ناصر أصلاً؟ ألو؟ كم هو الراتب؟ كم المبلغ؟ راتب المتقاعدين العسكريين اصلا حتى تحصل هذه الازمه؟ يبدو انه فقدنا الاتصال، شكرا جزيلا لك ناصر الطول من عدن. طيب اتصال اخر من عدن الاخ عبد الله سالمين، اهلا بك اخ عبد الله تفضل. اهلا مرحبا، اهلا بك وجميع موظفين هذا العصر الضيف. تفضل اخ عبد الله، برايك لماذا لا تزال حتى الان معاناه المتقاعدين مستمره؟ معاناه المتقاعدين في عدن معاناه من تتضاغم يوما بعد يوم، وهي تعتبر هذه المعاناه اللي يعاني منها كل موظفي عدن السابقون، وهذه المناطق المحررة تعتبر هذه معاناة ألو. طيب ما هي جوانب المعاناة التي يعيشها المتقاعدين؟ لا أسمع الصوت. ألو تسمعني الآن؟ أخ عبد الله. ألو. طيب بالنسبة لكم كمتقاعدين كيف تواجهون ظروف الحياة؟ ما هي البدائل المتوفرة لديكم؟ طيب عن موضوع المتقاعدين ومعاناتهم تلقينا بعض المشاركات المصورة نشاهد. مساعد أول يعني لازم ثاني استحقاق. ما سواه بين الناس ولا عطونا رواتبنا لأربع شهور وأنا في جري من بريد لبريد. أبغى من الدولة أن تساوي بين الناس تعطينا حقوقنا مع الدوائر تساوي بين الزملاء ونعطي مستحقاتنا. كم لك متقاعد؟ متقاعد من 2007. عقيد في القوات المسلحة سلاح من الرعاة، واحدا من المتقاعدين الذين خرجوا قصرا ونستلم الرواتب زي ما قال زميلنا تقريبا 60,000 يستلمها اليوم، واحد مجن الجليد يستلم 65 على يستلم. الجانب الاخر اننا ايضا من الصف الاول للمناضلين، وكانت لدينا 10,000 ريال من بنك التسليف الزراعي ووقفوها من 1 يناير 2015 لم تجد. الجانب الاخر في ناس مناضلين وشهداء لهم رواتب يعني 5,000 ريال. نساء ورجال شيوبه قد اعمارهم من 90 سنة ومر الضحية هنا لا اكل لا معاء لا اي حاجة، ولهذا السبب حال في انقاذ من الدولة هذه. اذا كان في دولة بحق وحقيقة تنظر الى هذول الناس المتقاعدين المحاربين القدامى حسب يقولوا هم اللي هم خدموا في الدولة هذه في الوطن هذا من 40 سنة و 50 سنة واصبحوا مكرفين زي ملك، لا لهم قيمة ولا لهم. ايش الحلول المناسبة؟ الحلول المناسبة انهم يسووا للناس يسووا بين الناس يا اخي انت ما خليك بعدين سوي يسووا بعدين يسووا للناس الحل اللي هو حل يعطوا الناس رواتبها على كل شهر بداية كل شهر زي اي دولة اخرى. وعن نفس القضية وصلتنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك تعليقات من بعض المشاهدين. نتابع الأخ محمد يقول يبدو أن مسؤولين الموقرين لم يتعظوا من قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الجنوب والتي تراكمت وزادت عقدتها إلى ما وصلنا إليه اليوم بما يسمى القضية الجنوبية.
هي كانت البداية في 2007. الأخ عاصم توحدنا مع بعض كلنا متقاعدين. مشاركة أخرى الأخ عمر متقاعدون في أفنى وأعمارهم في خدمة الوطن في مختلف تخصصات، كل منهم أسهم في صنع جيل من بعده يخدم الوطن، ومن حقهم على الدولة التي خدموها ألا تهملهم أو لا تتجاهل حقهم في الحياة، فالراتب حياة ومن العيب أن يتأخر أو يتوقف لأي سبب كان. الآن نذهب إلى الفقرة الثالثة في البرنامج، هي مخصصة لاستقبال ما تقومون بتصويره من قضايا ومواضيع ربما يكون منها أو أحدها موضوع لأحد محاور الحلقات القادمة. أول مادة وصلتنا تتصل أو تتعلق بالتصعيد الحقوقي الذي يشهده مستشفى الثور العام بصنعاء منذ شهر، ولا يزال الموظفون من عاملين وأطباء يطالبون بحقوقهم المالية المنقطعة منذ 6 أو 7 أشهر. برغم استمرار تحصيل المستشفى للموارد المالية وهم المستشفيات الحكومية التي جرى خصخصة بعض الخدمات فيه، مع أنه في الأصل خدمة حكومية مجانية تقدم. نتابع المقطع. المادة الثانية وصلتنا وهي عبارة عن مقطع مسجل من الأخ بسام الإرياني طالب دراسات عليا في تونس، هم وزملاء من طلاب المنح التبادل الثقافي منذ عام لم يتسلموا مخصصاتهم المالية. نتابع هذا المقطع للأخ بسام. دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والدكتور عبد الملك المخلافي وزير الخارجية والدكتور حسين باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحن الطلبة المبتعثين للدراسة بجمهورية تونس من الجامعات التعليم العالي للعام 2015 و2016 ضمن منحة التبادل الثقافي، لنا عام كامل بدون أي مستحقات مالية، سنة كاملة وشهر أو شهرين أو 3 أشهر بدون أن نستلم أي مستحقات مالية، مع العلم بأننا تلقينا سيل من الوعود إلا أنها تبخرت ولم ينظر لمشكلتنا، رغم أنه تم معالجة أوضاع زملائنا ببقية الدول، تم المعالجة لزملائنا كحلول كاملة وحلول جزئية، وتم صرف الربع الرابع لهم كجزء من المعالجة، وتم وعودنا بأنه سيتم صرف لنا الربع الرابع كجزء من الحل حتى ينظر لمشكلتنا بشكل عام ونستلم بقية الأرباع، ولكن تفاجأنا بأنه تم إسقاط أسماءنا من قائمة الحلول، مع العلم بأننا نعاني من كثير من المشكلات والضغوط، منها دفع الرسوم للجامعات واستخراج الإقامة لأنه الأسعار غالية في تونس، أنتوا تعرفوا أنه تونس بلد سياحي، قلائب بالسكن، قلائب قيمة الكتب، بالمواصلات، بالمعيشة، كثير من المشكلات المادية بسبب أنه بلد سياحي. نناشدكم باسم الإنسانية وكوننا أبناء اليمن مبتعثين باسم الجمهورية. وعن نفس الموضوع الذي يتحدث فيه الأخ بسام من تونس ينضم إلينا من تونس الدكتور عبد الله بخاش ليوضح لنا أكثر عن معاناتهم. أتمنى عليك دكتور عبد الله في دقيقة أن تعطينا مزيد من التفاصيل الإضافية، لا تكرر ما قاله الأخ بسام في المقطع الذي تابعنا على الواتساب، تفضل لك الكلمة ولديك نعم. دقيقة تفضل. نعم شكرا أخي سامي. طبعا نحن مبتعثون رسميون من وزارة التعليم العالي، مضى علينا عام كامل ونحن متواجدون في بلد الدراسة، بموجب القانون يفترض أن نستلم المستحقات المالية منذ وصولنا، لكن إلى الآن لم نستلم أي شيء. لا أدري لماذا تم تجاهل
طلاب التبادل الثقافي 2015-2016 إلى الآن في تونس، أليس لهم مستحقات؟ كيف تم إسقاط أسماء هؤلاء الطلاب المبتعثون؟ نحن 10 طلاب فقط إلى الآن، مضى عام لم يتم الالتفات إلينا، رغم تكرار المناشدات وإرسال عشرات المذكرات إلى وزارة التعليم العالي، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. طيب هل هناك ردود، هل هناك ردود على مطالبكم؟ وما هي المبررات التي تأتيكم من الجهات الرسمية؟ لماذا لا يتم صرف مستحقاتكم؟ للأسف كلما يقال لنا مجرد تطمينات بأن الحل قريب، لكن إلى الآن مضى عام ونحن ننتظر هذا الحل القريب الذي لن يصل إلى الآن. طيب. هناك حلول تمت في كثير من البلدان، لكن لماذا تم استبعاد أو تأجيل وتأخير مستحقات طلاب التبادل الثقافي إلى الآن في تونس؟ شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله، وأنا أعدك أنت وزملائك هناك حلقات قادمة من المنصة سنخصصها لمناقشة قضايا الطلاب. شكرا جزيلا لك، أنا مضطر لختام هذه الحلقة، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج المنصة. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة والبرنامج بشكل عام الأخ وديع عطا، شكرا جزيلا لكم.